السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. زي ما انتم شايفين كده احلى قوالب كب كيك بطريقة سهلة وبسيطة، وكل ده ببضاية واحدة، كوبايات وربع من الدقيق. عملت تزيينة مختلفة زي ما انتم شايفين كده، الشكل جميل جدا، يا ريت بقى تجربوها ان شاء الله. تعالي معايا بقى داخل الفيديو تشوفوا احنا عملنا اسهل واسرع كب كيك ده ازاي. خليكي معايا. كده اول حاجه هبدا بيها هي المكونات بتاعتي. مكوناتي سهله 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 سهله، بعمل بيها كل انواع الكيك، كل انواع التورت، كل انواع الكب كيك، صدقوني جربوهم ومش هتبطلوا عمايل فيها. تمام، اول حاجه معايا هي كوبايه وربع من الدقيق، اي نوع دقيق طبعا انت بتستخدميه، دقيق حلويات، بيضايه واحده، انا بستخدم بيضايه واحده لكيكه ناجحه، ودي طبعا الفانيليا عشان خاطر البيض، الكيك شيف او البيكنج باودر. النهارده كده انا هعمله بالكاكاو، لو انت مش عايزه تعمليه بالكاكاو يبقى تشيلي المعلقه بتاعت الكاكاو. تمام، انا بستخدم كاكاو خام بتاع دريم، جميل جدا وبيدي الحلويات طعم جميل جدا. وهاخد معلقه من كيك شيف او البيكنج باودر، والثلاث مكونات السايله اللي هي كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من اللبن. تعالوا مع بعض بقى نجيب الخلاط. ابدا بقى احط المكونات السايله بتاعتي اللي هي كوبايه الا ربع من الزيت، طبعا تستخدمي نوع زيت كويس عشان يديكي طعم احلى، كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من اللبن، احط عليهم البيضايه اهو، وطبعا عشان خاطر البيض لازم نحط الفانيليا. عايزه تعمليها بالفانيليا كده فقط، ما تحطيش معلقه الكاكاو، عايزه تحطي الكاكاو معاهم في الخلاط دلوقتي مفيش مشاكل. انا حطيت معاهم معلقه الكاكاو بحيث اللي هي تتضرب في الخلاط كده وتندمج كله مع بعضه. كده هبدا بقى ايه، اجيب بوله واسعه ابدا احط فيها الدقيق اللي معايا، وابدا احط كده مقدار معلقه من الكيك شيف او البيكنج باودر، ابدا اقلب الخليط كله كده مع بعضه. دي زي ما قلت لك كوبايه الا ربع من الدقيق، ابدا ايه احط عليها نص مقدار الخليط اللي انا عملته اللي هو عباره عن كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع كوبايه سكر، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه الا ربع من اللبن، بيضايه واحده، الفانيليا طبعا. ابدا بقى ايه اخلط كل الخليط كده لحد ما كله يندمج مع بعضه وتبقى عجينه جميله. كده الخليط معايا بصوا زي ما انتم شايفين كده بقى زي الفل اهو، جميل جدا. ابدا بقى اجيب القوالب بتاعتي، انا النهارده هعملها في القوالب اللي هي القوالب دي اللي هي بتجيب من عند بتاع الحلواني. تمام، ابدا بقى ايه اخد شويه كده من الخليط، بسم الله اهو، وابدا افضي لحد يعني تلات ارباع كده القالب، بحيث اللي هي كده كده فيها بيكنج باودر فهي هترتفع معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. طريقه سهله وبسيطه، انا قبل كده عاملاها معاكم في قوالب الكب كيك العاديه، لكن النهارده هغير كده من الشكل واعملها في القوالب اللي هي الالومنيا دي. ابدا افضي كل الكميه. تمام، وهقول لكم هتاخد كام واحده بالحجم ده. كده خلصت الكميه، هي خدت معايا خمس قوالب بالظبط. تمام، طبعا في قوالب اصغر من دي، فطبعا لو انت عملتي في القوالب الاصغر من كده هتعمل معاكي كميه اكبر. عايزه تزودي الكميه ممكن تزودي بقى كميه المقادير، انا هسيب لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. ابدا بقى ايه احطها كده في صينيه او صاج عندي، بحيث اللي هي ايه انا الفرن شغال عندي من ساعه ما ابتديت اعمل الكيك، بحيث اللي هو اول ما يخش فيه الكيك يبقى الفرن سخن. ابدا بقى ادخله كده ان شاء الله، واول ما يطلع ابدا ازينه معاكم كده باحلى شكل. يا حبايبي انا اول ما قبل ما ادخلها الفرن اوريكم كده تكه، انا حطيت كده فيها وحدات كده من الاوريو او البوريو. تمام، فوق الوش اللي هي هتتخبز معاها وتطلع ان شاء الله شكلها جميل برضو. ابدا بقى ادخلها الفرن على درجه 150 لمده تلت ساعه او 25 دقيقه، اهم حاجه تكون النار هاديه، واول ما تبتدي تطلع نبدا ازينها معاكم. بقى اول ما طلعت من الفرن تمام، ابدا بقى اختبرها بخله، لو طلعت نظيفه يبقى هي كده زي الفل. كده اهو بصوا الخله نظيفه جدا اهي، طالعه ما فيهاش اي قطعه من الكيك، يبقى كده استوت وزي الفل. ابدا بقى اسيبها تهدى عشان انا هبدا ازينها برضو بشكل تاني. حبايبي اول ما بردت ابدا بقى ازينها، معايا كده صوص كراميل، ممكن ازينها بصوص شوكولاته يعني على حسب ما تحبي. ابدا بسم الله
طبعا مش عايزه تزيني يعني، تسيبيها كده فقط مفيش مشاكل يعني، زي ما تحبي. تمام، تزيين بسيط كده خفيف. تمام، ابدا اجيب صوص شوكولاته. تمام، وابدا برضو ازين. طبعا زي ما قلت لك مش عايزه تزيني خالص يعني، هي كده لوحدها تكفي. ابدا اجيب سبرينكلز. تمام، ابدا بقى ايه ازين. طبعا التزيين ده على حسب الرغبه وعلى حسب مزاجك. ابدا انزل كده ايه بكويرات السبرينكلز بالراحه كده اهو، زي ما قلت لك عايزه تسيبيها ساده من الاول خالص مفيش مشاكل، بس يعني انا بحب ايه اخلي الحاجه الحلوه حلوه. تمام، وابدا برضو عندي كويرات كده من الشوكولاته، ابدا ايه احط كده. عندي كور بيضه و سمره، ابدا كده ايه اعمل كده واجيب كده شويه من بشر الشوكولاته، ابدا ايه احط كده فوق الوش. التزيين على حسب الرغبه ومزاجك. بصوا شايفين الشكل جميل جدا يعني، ولا اجيب الباقي الكميه. تمام، حطيت واحده برضو فيها كده شويه سبرينكلز، وابدا اجيب اللي هو السيجار ده واجيب سكينه، ابدا ايه اكسره كده قطع يعني عشوائيه، وابدا ايه احطه كده فوق الوش. يعني انا اديتك كذا فكره كده للتزيين، وانتي على حسب ما تحبي، عايزه تسيبيها كده ساده خالص مفيش مشاكل. كده انا خلصت الفيديو بتاعي، وشايفين احلى كوب كيك او إيه قوالب الكوب كيك اللي هي السهله البسيطه، مكونات مفيش اسهل منها، وبطريقه مفيش اطعم من كده. في نهايه الفيديو انا مستنيه تعليقاتكم، مستنيه لايكات كتير، وان شاء الله تجربوا الوصفه دي هتعجبكم كتير وتدعوا لي، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه اقطع لكم حته كده، بصوا الكيك طري ومستوي من جوه وزي الفل، وحاجه كده يعني جنان، وطعم الاوريو فيه كده، والتشكيلات اللي انا عاملاها جميلة جدا. ان شاء الله تجربيه وتدعيه.